أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائي متابعي الكرام، اليوم سوف نتعلم فائدة بسيطة من فوائد البحث عبر الإنترنت، وهي استخدام محركات بحث خاصة للطلاب. يعني نحن سوف نستخدم محرك بحث خاص للطلاب، بدل ما نستخدم محرك البحث المشهور جوجل، هنستخدم محرك بحث خاص للطلاب. اسم المحرك البحث sweetsearch.com. إذا اسم محرك البحث sweetsearch.com. الفائدة منه أنا بستخدم محرك بحث خاص للطلاب، عندي فوائد كثيرة. أهم شيء نحن من الفوائد باختصار السرعة بالوصول للمعلومة. هلا هون نحن هي الواجهة الرئيسية لمحرك البحث الخاص بالطلاب sweetsearch. طبعا نحن هذا المحرك البحث ممكن ابحث فيه عن التاريخ او اخبار او ابحث فيه عن امور علمية بشكل عام. في عام 2009 اصبح هذا المحرك البحث هو المحرك البحث الاول وقبلت الطلاب والتربويين والاكاديميين لاسباب عديدة. اهم هذه الاسباب سرعته بالوصول للمعلومات، تحديد النتائج الاكثر صلة، استبعاده للمصادر غير الموثوقة، يسهل على الباحثين العثور على المصادر وهي التي هي أساس الأبحاث العلمية. طبعا كما هو مذكور داخل الموقع، اجتمع فيه أكثر من 50 من أهم أمناء المكتبات العلمية العالمية مع العديد من الباحثين والمعلمين والأكاديميين، وتواصلوا واستثمروا الكثير من ساعات العمل، فاقت 100,000 ساعة عمل للعثور على أفضل المصادر العلمية لوضعها أمام الطلاب. هلا مثلا أنا أعمل بحث صغير، أنا أبحث عن الزواكر الرامات عبر هذا المحرك البحث. طبعا في شيء نحن بنذكر دائما ونذكر فيه لطلابنا وللكل، على اول موقعين اجباري من جوجل، لانه طبعا الموقع يعتمد على جوجل، هذول مواقع دعائية مستبعدين. كل شيء نحن بنبدأ بالبداية IED، فهذه دعايات انا بستبعدها. بعد ما استبعدتها أنا بحصل على النتائج الصحيحة، أكتف ميموري رام نيو موديل بريسسين كون أسعار رامات وموديلاتها، طبعا هون نحنا على الويب، هون إذا باخد إيميج بيطلع لي الصور، صور عن الرامات، صور عن موضوعي اللي انا عم بحث عنه حاليا. رح نعمل بحث ثاني، مثلا انا بلغة السي بلس بلس، هون اعطاني ليرن مثلا سي بلس بلس من الكود اكاديمي، تعليم عن سي بلس بلس، هون دورة اونلاين سوف تبدأ بكانون الثاني من يوديمي، هي طبعا منصة تعليمية عالمية معروفة جدا، عم تتحدث عن لغة سي بلس بلس. هون طبعا موقع ستاك اوفر فلو عم بيحكي عن وظائف المبرمجين سي بلس بلس، تحدثنا احنا عنه بإحدى الفيديوهات السابقة من موقع ستاك اوفر فلو. هون بيحكي عن مقدمة للمهندسين، مهندسين كمبيوتر، استخدام لغة سي بلس بلس. إذا مثل ملاحظين نحن هون حصرت بحثنا بالمطلوب.
ما صار فينا مثل بجوجل، بمحركات البحث جوجل أحيانا بنلاقي في تشتت وفي ضياع كثير بالبحث، رغم أنه إحنا استخدم رغم أنه هذا المحرك البحث يستخدم نتائج جوجل، لكنه يقوم بفلترتها وتصفيتها للوصول إلى قائمة بيضاء تحتوي المواقع العلمية فقط. طيب نحنا شفنا هالخيار الأول، إحنا إذا عم نعمل بحث بالموقع علميا. هلا ما معنا هون التبويب الثاني هيستوري، هون يكون أبحاث عن تاريخ، ندخل على التبويب هيستوري بنكتب مثلا ماذا بدي أبحث، مثلا بدي أبحث مثلا تدمر بالميرا أي شيء، راح أكتب باللغة العربية مثلا، بقلب اللغة مثل العادي Alt Shift. هون عم يتحدث عن تدمر بالميرا، يونسكو ترسل ايه، لان هون صار هون يتحدث عن فيسو صور قديمة كانت وصور حديثة لتدمر بعد ما التغييرات اللي صارت فيها. هون عندي التبويب الثالث هو نيوز أخبار. إذا هذا كان موقعنا هو اسمه سويت سيرش، اللي احنا بالتبويب هيستوري. إذا نقرنا على كلمة نيوز بنقول لي تبويب الأخبار. مثلا بدي أعمل بحث عن أخبار الطاقة، كمان هدول دعايات مثل العادة استبعدناهم. الباقي كلياته هون عبارة عن أخبار عن البحث اللي أنا عم بجريه بالأخبار عن مثلا كلين باور، الطاقة النظيفة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في دروس قادمة نتحدث عن شيء جديد آخر.